المشهد ذاته يتكرر، اقتحامات وأعيرة مطاطية وشظايا القنابل الصوتية والغازات الخانقة والحارقة تطلق صوب المصلين المرابطين داخل باحة المسجد الأقصى لتصيب العشرات منهم، إضافة إلى حالات اختناق عديدة بغاز الفلفل. حراس الأقصى ومن بداخله من المرابطين أفادوا بأن العشرات من المتطرفين قاموا باقتحام المسجد من جهة باب السلسلة وأدوا طقوسا تلمودية بالتزامن مع الحصار الشديد الذي فرضته القوات الصهيونية داخل الجامع القبلي بالأقصى المبارك. وزير الأمن الصهيوني إسحاق إهرونوفيتش يقتحم المسجد الأقصى من الساحة المقابلة لباب المغاربة ويتجول في باحاته. الإجراءات والقيود المشددة التي فرضتها الأجهزة الصهيونية على دخول المصلين إلى المسجد ومنع النساء والطالبات من الدخول والسماح فقط لكبار السن من الرجال لم تمنع المقدسيين من أداء صلاة الفجر في شوارع وطرقات البلدة القديمة القريبة من بوابات المسجد. الشباب المقدسي ترقبوا للمستوطنين فقاموا بالاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى للتصدي لأي من محاولات الاقتحام أو الاعتداء عليهم. تصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتداء على المصلين المرابطين لا تزال مستمرة، والمشهد ذاته يتكرر على مرأى ومسمع من زعماء الدول العربية، لكنه لا يلقى أي تجاوب حقيقي لحماية المسجد الأقصى وأهله. أنس الشريف، اليرموك.